International Alert هو يهدف لخلق أو تعزيز بيئة اجتماعية تكون تتقبل أكثر دور المرأة بالحياة الاقتصادية. هذا الشيء عم بيصير من خلال تدريبات ومن خلال جلسات توعية وجلسات نقاش عم نعملها مع النساء اللبنانيات والسوريات وعيالهم. في البداية خلينا نقول إنه هن مزبوط بالاسم الأول جلسات توعية، بس هي عملياً جلسات نقاش وحوار، والأشخاص اللي كانوا مشاركين اللي هن مشاركين ومشاركات كان عندهم مثل فسحة تيناقشوا قضايا عادةً ما كتير بتنحكى، إن كان بين الزوج وزوجته أو بين الزوجة وولادها أو أحياناً بين الرجال وحدهم. الانطباع هو كان كتير حلو إيجابي بالنسبة لألي إذا على الصعيد الشخصي. يمكن بهاي الجلسات ضونا أكثر على الموضوع القانوني أو تفعيل القانون، خاصة تزويج القاصرات، حكينا عن العلاقة بين الأم والبي. دائما نفتقد لموضوع المرأة تضل مركونة على جنب وهي متلقي، ممنوع تكون عم تعطي شيء. الجلسات اللي عطونا إياها مع ألرت كان متميزة عن كل الجلسات، كان في صدق، كان في ما في تحريض بين المرأة والرجال، هذا كانت كتير عجبتني أنا فيها، لأنه نحن عايشين مع بعض الرجال والمرأة، ما فيها تكون المرأة اليوم أقوى من الرجال أو بالعكس. عطونا حدود المرأة وين لازم تكون وحدود الرجال وين بتكون، أمتى فيها المرأة تعلي صوتها وأمتى الرجال فيها يقول لا أو صح. بالعمل اليومي كنا نحن نقبل بأي مقابل يعطونا إياه بالتعاونية أو بأي مطرح نشتغل فيها، ولكن لا، اليوم نحن قلنا دورنا عم نشتغلنا مثل الزلمي، فلازم نحن يكون لنا معاشنا مثل معاش الزلمي، لازم حقوقنا إن كان ضمان أو بصندوق التعويضات أو كذا مثلنا مثل الزلمي، مش إنه نحن مرة يعني نحن حرف ناقص. كانت تجربة كتير جديدة وتجربة حلوة، وخاصة إنه نعمل كمان أونلاين يعني مع كل الظروف، إنه نربط عائلات يناقشوا مع بعض بجلسات مشتركة القضايا اللي لها علاقة بمساواة بين الجنسين.